اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق الطري بطريقة حلوة جدا من الألف للياء. بس اللي أول مرة يشوف القناة يا ريت يعمل سبسكرايب ويفعل جرس التنبيه وما ينسانيش في اللايك عشان عيلتنا تكبر وتشجع وأعمل فيديوهات أكتر. يلا بينا نشوف الوصفة. أول حاجة بقى كده هنعملها هي تعصيقة اللحمة. انا هحط كده في الطاسه اللي معايا دي شويه من الزيت. انا معايا كيلو من اللحمه المفروم، طبعا مش هستخدمه كله بس انا بحب اعصج الكميه اللي بجيبها من اللحمه، بتنفعني جدا بصراحه لما بعمل مكرونه او اي حاجه باللحمه المفرومه بلاقيها جاهزه معايا وبتسهل عليا الاكله بسرعه. تمام كده، انا بقى هحطها زي ما انتوا شايفينها كده وهقلبها كلها لحد ما تاخد لون، وهنشوف بقى هنضيف عليها ايه تاني بعد ما تاخد اللون اللي معانا. طريقة التعصيق بقى يا جماعة سهلة جدا، انا عملتها معاكم في كذا فيديو بس انا بعملها لكم تاني. انا زي ما قلت لكم هعمل صينية رقاق الطري من الالف للياء معاكم عشان تشوفوها بالظبط اتعملت ازاي. هي سهلة جدا، في ناس بتفضل تقول انا ما بعرفش اعمل الرقاق الطري، لا الرقاق الطري سهل جدا ما فيهوش اي حاجة خالص. تمام كده، انا طبعا هفضل اقلب بقى في اللحمة دي لحد ما تاخد لون معايا. هي كانت عندي في الفريزر وطلعتها سبتها لما فكت ففيها كتل كده مجمدة شوية من اللحمة اهي كده. خلاص بصوا بتبتدي تاخد معايا لون زي ما انتوا شايفين كده، طبعا ايدي فيها برضو بفضل اقلب فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معلش لو الفيديو طويل شوية بس انا حبيت اعملها لكم مفصلة، ما حبيتش اسيب اي حاجه فيها عشان ابقى عاملها لكم من الالف للياء بكل خطواتها وتعرفوا قد ايه هي سهله. تمام كده، انا هفضل بقى اقلب زي ما قلت لكم. خلاص اهو اللون بتاعها خدت لون معايا. بقى كميه من البصل كده انا فرماها في الكبه هنزل عليها، دول حوالي 3 بصلات كبار، وهقلب بقى كويس سهله جدا مفيش اسهل من كده. في ناس بتحب تضيف لها فلفل الوان بس انا مش بضيف لها حاجه خالص غير التوابل، عشان في حاجه بنستخدمها باللحمه المفرومه ما ينفعش يبقى فيها فلفل الوان، في وصفات كده ما بتحطش عليها فلفل الوان بتبقى محتاجه لحمه مفرومه فقط. وبرضك ما بحطش الطماطم او الصلصه اللي انا بحطها للبشاميل عشان في حاجه برضك ما بتحتاجش صلصه. تمام، انا كده حطيت بقى التوابل فلفل وملح وسبع بهارات وحبه من القرفه، رشه كده بسيطه من القرفه. تمام كده، يبقى التوابل تاني رشه من القرفه، ملح، فلفل اسود، سبع بهارات، ما بضيفش حاجه تاني. وزي ما قلت لكم الطماطم انا مش بضيفها غير للمكرونه البشاميل، وانا لما بشيل بقيه الكميه بتاعه اللحمه دي واجي اطلعها للمكرونه بشاميل بضيف عليها الصلصه، فسهله جدا مش هيحصل لها اي حاجه بالطريقه دي. فممكن تعملي كميه زي ما انا عامله كده وتشيليها زي ما هي، ولما تيجي تستخدميها لاي حاجه تضيفي فلفل الوان تضيفي صلصه اللي يريحك، بس شيليها زي ما هي كده. خلاص كده هي خلصت معايا، ونشوف بقى هنعمل ايه. معايا كده صينيه، دي صينيه بسبوسه انا بحب اعمل فيها، دهنها زبده. هجيب بقى بوله زي ما انتوا شايفين كده وهنزل بالشوربة السخنة الجميلة دي، وهضيف عليها كوباية من اللبن. اللبن بيعزز الطعم وبيخليها طرية كده وحلوة مع الشوربة اهو بالشكل ده. لازم اكسر الشوربة كده بشوية من اللبن. هضيف بقى ايه تاني معاها، هحط شوية من الفلفل الاسود، بس هقلب كده كويس الاول. هضيف بقى شويه من الفلفل الاسود، هي طبعا الشوربه عليها ملح وكل حاجه بس عشان اللبن اللي انا حطيته، وهحط شويه من الملح. تمام كده، مش هضيف حاجه تاني، وهقلبها مع بعض بكل سهوله. ان شاء الله المقادير دي كلها هحطها لكم في صندوق الوصف. هجيب بقى معلقة من السمنة البلدي وهحطها علشان ما افضلش ادهن الطبقات بتاعة الرقاق
وتبقى كلها سمنة او زبدة، لا انا هضيف معلقة في قلب الشوربة واللبن دول، هتبقى سهل عليا ومش هتبقى مليانة زبدة او سمنة، وتبقى خفيفة معايا عشان ما كلهاش كده واحس بالسمنة فيها او الزبدة، لا انا هحطها مرة واحدة مع الشوربة واللبن دول، هيسهل عليا وتبقى افضل واوفر من ان انا افضل كل شوية افضل احط ما بين طبقة والتانية سمنة او زيت. الخطوة دي مهمة، هفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما ادوب السمنة اللي انا حطيتها. السمنة اللي انا حطيتها دي سمنة بلدي، ما عندكيش حط اي نوع او زبدة لو حابة، بس انتوا عارفين طبعا السمنة البلدي بتدي طعم في الحاجات دي بالزيت. تمام كده خلاص هي قربت تدوب معايا اهي. نحضر بقى الرقاق الطري اللي انا جايباه اهو، ده انا كنت جايباه وحاطاه في الفريزر، هحطه كده زي ما انتوا شايفينه في قلب الشوربة دي، ما تبقى سخنة قوي، لازم نخلي بالنا يعني ما تبقى سخنة قوي بتغلي كده عشان ما تخليش الحاجة تتهري معانا، او ممكن تخلي الرقاق سواء طري او ناشف ممكن يتهري معانا بسرعة. اهو هبتدي بقى ارص كده، هبل في الشوربة باللبن ديت وارص. انا هحط بقى كام واحدة، هحط 4 وبعد كده هحط اللحمة المعصجة واضيف 4 تاني، يبقى انا كده هاخد للصينية الواحدة 8 من الرقاق الطري، 4 فوق و4 تحت. ادي دي تاني واحدة، وافرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا كده مش هحط ما بين الطبقات سمنة او زيت، انا حطيت السمنة بتاعتي في قلب الشوربة باللبن اهو. لو لقينا بقى واحدة مقطوعة كده في النص او حاجة نحطها في وسط الطبقات، مش هتبان ومش هتقول لأ. اهي كده انا حطيت تالت واحدة ودي الرابعة معايا. بصوا انا بخليهاش كتير خالص في الشوربة، انا يدوبك بس بسقطها كده في قلب الشوربة وبطلعها. اعمليها بس انتي بنفس الخطوات دي، سهلة جدا وحلوة جدا وهتطلع معاكي تحفة وهتطلع معاكي ناجحة جدا. اهو افضل بقى اضغط عليها كده بايدي وهضيف بقى اللحمه. إيه طبعا لو انت حابه تحطي فلفل الوان، حابه تحطي اي حاجه معاها، دي حاجه ترجع لك، بس انا بصراحه بحبها بالطريقه دي من غير ما اضيف عليها اي خضار او حاجه. هبتدي بقى افرد كده الكميه اللي انا حطيتها من اللحمه بالراحه كده اهو بالشكل ده. لحد دلوقتي الدنيا تمام، اضغط بقى كده بأي حاجة معايا، انا هضغط طبعا بالمعلقة اللي معايا دي بالشكل ده عشان اخليها كلها سوا واحد. هعمل بقى الطبقة التانية الـ4 اللي باقيين بنفس الطريقة اللي وريتها لكم. بصوا اهو كده، وزي ما قلت لكم لو فيها حاجة مقطوعة ما فيش اي مشكلة، بس اخلي السليمة هي اللي على الوش. تمام اهو، وافضل بقى ارص كده زي ما انتوا شايفين، ما فيش اسهل من كده. طبعا افرد بقى كده، دي تالت واحدة كده، فاضل واحدة. بصوا انا بعملها ازاي، بضغطها ازاي، هحط بقى اخر واحدة معايا، هبلها بقى كده زي ما انتوا شايفين، وافرد بقى كده بالراحة. انا طبعا هو ممكن يكون في تقطيع شويه لان هو كان عندي في الفريزر، انا مش لسه جايباه طازه ولا حاجه، لما بيكون طازه ما بيكونش في حتت مقطعه خالص.
بصوا بقى الاحرف اللي هي اللي باينه دي، هاتني بقى ازاي هرفع كده الحرف اللي تحت واتني دي كده، بصوا بالشكل ده هتطلع معانا عامله زي الجلاش بالظبط. اتني كده بقى الحروف اللي باينه دي كلها، ما سيبهاش كده عشان هيبقى شكلها وحش، ألمها بالطريقة دي اهي، سهلة جدا. افضل بقى اتني كده في الحروف، اهو بالشكل ده ارفع كده بحرف المعلقة واتني، ارفع بحرف المعلقة واتني. خلاص كده انا بقى تنيت الحرف بتاع الصينية كله زي ما انتوا شايفين كده، بقت كلها ما شاء الله سوى واحد، وهضغط عليها بالشكل ده اهو. ايه رأيكم في الشكل؟ حلوة جدا. هجيب بقى معلقة من الزبدة على معلقة من السمنة البلدي وهسيحهم مع بعض علشان ادهن بيها الوش اللي معايا. انا بقى هحط، خلاص انا بصوا سيحتها اهو، هحط معلقه من الفلفل الاسود، بتفرق جدا في الشكل بتاع الصينيه وبتدي طعم. تمام اهي هدهن كده، بصوا شكل الفلفل الاسود عامل ازاي مع الزبده والسمنه، جميله جدا. تحسي كده ان انتي عامله خلطه من البيض وحط عليها فلفل اسود، لكن ده مش بيض، دي سمنة. هدهن بقى وش الصينية كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تطلع لونها ذهبي وحلو. سهلة جدا، مخدتش معانا وقت خالص، انا بس ما حبيتش اقطع من الفيديو كتير عشان تشوفوا انا عملتها ازاي. تمام كده، خلاص كده هقطعها بقى بالسكينة قبل ما ادخلها الفرن. بصوا انا مش هوصل لحرف الصينية، انا يعتبر هقطع كده من النص، ولما تخرج بقى بكمل بقية التقطيع بتاع الحرف بتاعها، بس عشان تديني الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو الجميل ده اهو بالشكل ده كده. اتشجعي بقى كده وروحي اشتري رقاق طري واعملي لولادك، بجد طعمها حلو جدا وسهلة زي ما انتوا شايفين كده، ما خدتش وقت معايا خالص اهي. خلاص كده هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 200، ولما تحمر من فوق ومن تحت راح مطلعها. خلاص بقى خرجت معايا، ايه رأيكم بقى في شكلها؟ بجد تحفة، بصوا عاملة ازاي، ما شاء الله حلوة جدا ما شاء الله بجد. هي طبعا سخنة، هسيبها تبرد وبعد كده اقطعها ونقدمها، ويبقى كده خلاص خلصت معايا. ادي شكلها النهائي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.